فيكم، كلكم سوري على التأخير شوي، صار عنا اشياء تقنيه هيدي ما بتصير عاده بالسيمينارز العاده. سو ثانك يو انه نطرتونا ونحن بدنا نبلش اليوم. يا ريت الكل يحط تليفونه ميوت او الكمبيوتر ميوت لنبلش نحكي عن التنمر. التنمر في زمن الكورونا بنحكي على التنمر بوجه عام، وبعدين بنحكي على التنمر بالأخص للناس اللي عم بيتعرضوا وعم بينصابوا بالكورونا، شو عم بيصير معهم، كيف فيهم يتكيفوا مع البعض، وشو فينا نساوي كمجتمع. وهون برجع بعيد أنا شكري للجنة اللي عم بتقوم بهالمبادرة، لأنه بهول الشغلات حلتها جد أنه نكثر الوعي بهذا الموضوع. فمايا قولي لي شو بدك تسألي، يلا الميكرونا حبيبه قلبي. نورتينا اول شيء، شرف كثير كبير لنا انه انت موجوده معنا. اول شيء اكيد بدنا تعريف عن التنمر وانواعه. يا هلا، هو شوف التنمر جد ما كثير الناس بعد بتعرفه، بالانجليزي بيسموه بولينج. الجيل الصغير كثير بيعرف صار انه هذا عم بيصير معه بولينج، لما بيحسوا انه في ناس مثل عم تستهدفهم، عم تأذيهم، عم بتعنفهم. ممكن يكون التعنيف جسدي، يعني بيأذوهم جسدياً، بيفركشوهم وبيضربوهم. بنحس هيدا التعنيف على الجسد كتير. ممكن التعنيف يكون لفظي، يعني ممكن يكونوا عم بيسبوهم، ممكن يكونوا عم بينقوا نقطة ضعف عندهم، مثلاً حدا ناصح، حدا طويل، حدا أصلع. سو بيصيروا بيتمسخروا عليه، هيدي بالعربي للمشبرح. ممكن التعنيف يكون اجتماعي، بانه يحسسوا لهيدا الشخص انه منبوذ، انه منه محبوب، انه منه منضم للفريق او لجروب معين. وهون ممكن يصير يفوت مع تعنيف لفظي وجسدي، وممكن يكون تعنيف على سبل التواصل الاجتماعي اللي مسميه سايبر بولينج. فهون كلهم يعني النية بالبولينج، لما حدا بيكون عم بيتنمر على حدا تاني بيكون قاصده، بيكون في عنده هدف انه يخليه لهالشخص يتضايق ويزعل ويعني تسود الدنيا بوجهه. كثير مأزية وكثير بتوجع وإلى عواقب كثير وخيمة بعدين على كبر. الناس بتعلق معهم، يعني بيكبروا بعضهم بحسوا إنه ضعاف، وبعضهم بتنهز شخصيتهم هي كلها من هني وصغار. يعني أكثر شيء الواحد بيتعرض للتنمر من هو صغير مرات، بس التنمر موجود كمان عند الكبار للأسف. يمكن بالبيت الشخص بنعرف النرجسي مرات كثير بحب يتنمر على غيره، يمكن على مدامته او ولاده. وممكن كثير بتصير بضمار العمل مرات، اللي كثير بتودي ناس انه تترك شغله من وراء التنمر. ممكن يكون شخص، ممكن يكون كثير اشخاص مشتركين باللعبه. وضحت؟ أكيد صح. بظل هيدا الوضع اللي موجود، المضايقات اللي عم يتعرض إلى الإنسان أو بشكل عام، ما ضروري بس لكورونا، أي مضايقة بيتعرض إلى الإنسان إن كان لفظياً كلامياً بهالقصص، هل هي تعتبر تنمر أو لا في شيء معين لحتى يعتبر تنمر؟ التنمر، حلو السؤال. التنمر بيكون مقصود، لا 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 لا. التنمر بيكون مقصود وفي سوء نية من وراء، وفي تكرار. في ناس بتغلط مرات، يعني إذا الواحد هو منرفز وطلع منه حكي نابي مثلا مرة قطعين منه تنمر. وفي ناس نفسيتهم ما كثير حلوة، اللي بيكون تعاملهم مع الأشخاص هيك فيها شوي لؤم مثلاً، أو فيها يعني مشغلة محببة اجتماعياً. سهولة مرات كثير بيقطعوا التنمر في قصد، بيكون يعني بيكون
الواحد حاطط براسه حدا بده مستهدفه. سو هيدي اللي بتميز التنمر، في مستهدف الشخص بيكون وفي تكرار. بس مرات كثير يعني الناس بتغلط يعني، بس اذا عم بيقابلها تصرفات منيحه كل الوقت وطلعت هيدي الشغله ما بينعد تمرد تنمر بكل معنى الكلمه. لازم يكون في تكرار لحتى نفرقوا عن التصرفات النابية مرة. صحيح. طيب كنا عم نحكي أنه الأطفال هن أكتر فئة معرضة للتنمر. أول شيء بتبلش بالصغر، بتبلش من الصغر، وخاصة أنه يمكن الطفل ما كتير بيوعى للكلام اللي عم يوجهه للطفل التاني. مزبوط. فشو هي نتائجه وتأثيره على الطفل؟ ياي لو أو كيف احنا بنعرف انه هيدا الطفل عم يتعرض لتنمر؟ يا شوفي بتلاحظي مرات في ولاد يعني بنلاحظ عليهم، وهون شغله المعلمات كثير ليش مهمه المعلمات والاداره بالمدرسه، لانه هن عم بيراقبوا التلاميذ. يعني اذا بيشوفوا ولد منطوي على حاله، في حزن على وجهه، ما عم بيشاركوه بقية الرفقة بنشاطات. بتعرفي مرات بيكون في نشاطات بدها مجموعة، في group work، هذا الشخص ما بينقوه بالأول أو يمكن ما ينقوه أبداً، حتى بمجالات الرياضة إذا كرة السلة أو الفوتبول أو شيء، هذا دايماً متروك ما أو عن قصد. مرات ومرات بيصيروا بيعملوا حركات الأولاد بوجهن. يعني المعلمات بيلاحظوا هول الشغلات انه هالولد منه مرتاح. هون لازم دغري يعني يبقوا المعلمات للنجدة. بالبيت نفس الشيء بيصير، لما الاهل بحسوا انه هالولد عم بيتمنى يروح المدرسه مثلا، الناس بيصيروا كل يوم ما قادر يروح، وبيصيروا هون عندهم العوارض الجسديه، ما عدتي عم توجعني، لا اليوم ما قادر. يعني ممكن ما يكون عنده عوارض جسدية، حرارة مثلا أو شيء، بس بيقول تعبان وما قادر، بيصير بيتحجج تما يروح على المدرسة. هيدي هوني بنسميها ريد فلاج، هيدي إنه في شيء ما مزبوط عم بيصير. الأهل لما بيشوفوا هالولد كمان في حزن على وجهه، عم ينطوي، عم بيرفض يظهر معهم، عم بيرفض يظهر عند أصحاب، هوني بدنا ننتبه، لأنه اللي بيتعرض للتنمر شغل كتير بتوجع. وبيقولوا انه يعني في ابحاث انعملت، هيدا بيتعرض لوجع نفسي، والوجع النفسي بالدماغ بتتحرك المناطق، نفس المناطق تبع الوجع الجسدي، فما شغلي سهلة ابدا. بيصير بالضبط رح يضل حملها لحتى يكبر. مزبوط، لانه بيصير معه اول شيء اعتقادات سلبية عن حاله حسب شو عم بينقله. في ناس بيتنمروا على الناصح، تخ 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 تخ، ما بعرف شو، بطيخة، بنادورة، بيصيروا بيسموهم تسميات. فبيحس هيدا الولد انه ناقص، بيربى عنده اعتقاد انا ناقص، انا منيح، انا في عيب، انا ما ممكن انجح بحياتي اذا عندي هالصفة. سو نحن بنعرف انه بيصدق هاي الصفة عن حاله، بيصدقها اكيد، لانه بيصير نحن كلنا بيحاول راسنا يلاقي تفسير للي عم بيصير، بيوقع بفكرة انه لكن الحق علي، انا اللي ما بسوى. سو هيدا بيحملوهم معهم لكبر، يعني بيصير معهم عوارض اكتئاب، بيصير عندهم عوارض قلق، بيصير عندهم هالانطوائية، وكل نفسيتهم بتسود عن حالهم. يعني أهم شيء أول شيء بينضرب الثقة بالنفس، خلص بتصير هيدي بالحضيض، بالتكتير مجهود. مثل ما قلتي يعني الواحد ممكن يكبر وعنده هيدي الثقة بالنفس مضعضعة، واللي بالتكتير شغل لإعادة بناء، يعني لحتى ترجع تزبط بدها وقت طويل حسب قدي المدة اللي تعرض لها هالشخص بالتنمر بحياته. كل ما كانت المدة أطول كل ما الأذية أكثر. يعني هولي نحن واحدة من تخصصاتي أنا التروما، كيف نحل التروما. يعني مرات التروما ممكن بالإي أم دي آر، برافو عليك، بالإي أم دي آر. التروما ممكن شغلة تكون حادثة وحدة كبيرة، وممكن تكون حوادث صغيرة 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 عم بتجمع بصير شغل. سو هيدا بدنا نقعد نمحي هالجبل، نمحي تأثير هيدا الجبل، بيكون صعب. هذه بنسميها كومبلكس تروما.
سو ايه بتاثر على شخصيته للواحد، وطبعا على ادائه بالمجتمع بعدين وعلى ادائه المهني و و و و و فبيترتب عليها كثير عواقب وخيمه. وضحت؟ طيب كيف فينا نشجعهم yeah. لهول الاطفال او حتى الاشخاص بشكل عام انه هم يحكوا مثل ما yeah. بيقولوا انه يواجهوا انه انا عم بتعرض لتنمر، انا عم يصير معي هيك بدون ما يخاف؟ شوفي اذا هالولد تشجع انه يحكي، هلا ملكين حيتشجعوا دغري، هذا مشروع طويل. يعني المعلمات واجبهم انه يشجعوا، يكونوا عم يتنبهوا، يكونوا رادار بالملعب، يكونوا رادار بالصف، يعطوه حق لهالولد. يعني مرات بكفي معلمي وحده تفرجي لهالولد حب، حنين، تدعمه، تبني على نقاط قوته، حتى هيك شوي يحس انه لا انا مش بالسوق اللي عم بيقولوا انا سيء فيه. بده تشجيع، بده يحكي، انه ينحكى انه اي حدا بيضايقك اللي انا حادعمك، بيجي بوقف انا وياك كمرحله اولى، بيجي بوقف انا وياك وبنقول له لهيدا الشخص اللي عم بيضايقك انه اللي عم يعمله غلط. فيعني في مراحل بده يمرق فيها، وبعدين بده يتعلم كيف هو يدافع عن حاله. يعني هيدي شغله الكبار حتى مرات بيعجزوا عنا، انه بيكونوا عم بيسمعوا 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 الاهانات والمذله وهيك وما بيقدروا انه يحكوا. فهيدي بدها كثير تهيؤ، انه الواحد يعني يشتغل على حاله بطريقه يقوي مهاراته بالتواصل وبانه يدافع عن حاله، وهيدي بدها تمرين. سو الوعي انه ما لازم ينسكت عليها، نحن كلنا عنا حقوق، بدنا نفرض الاحترام، بدنا نفرض انه معليش انا اقول رايي، بدنا، وهذا كله حق. سو فيها وعي من ناحيه، وانه بدنا نقول انه اي حدا بيضايقك بدك تحكي، وبعدين انه التقوي يصير يتمرن الواحد يحضر شو بده يحكي اذا حدا ضايقه مثلا، يرجع يبني ثقته بنفسه. نعم، وهيدي بتصير شوي شوي. يعني إذا مرة هو قدر يدافع عن حاله، خلص هيدي عبت الرصيد المنيح اللي عنده، فبصير هيك بيتشجع. زبطت مرة؟ يلا تزبط المرات الثانية إن شاء الله. طيب من أنواع البولينج في عنا شيء اسمه السايبر بولينج، اللي هو التنمر الإلكتروني اللي كتير موجود بلبنان، بيعتبر من خاصة من كثرة بيجات التنكيت اللي موجودة عنا، اللي بيخدوا كل الأمور بمهزأة. هلأ كنا يمكن عم نقول أنا وياك شوي أنه هيدي صارت مثل ديفنس ميكانيزم موجودة عند اللبنانية بسبب كثرة المصايب اللي نحن عم نمر فيها. بس شو الفرق بين السايبر بولينج والتنمر الواقعي على الأرض؟ سايبر بولينج بعد على أضرب، لأنه الواحد بيكون قاعد بمحل آمن كتير، بحس إنه هو بيته فرضاً، إذا ما he's not being bullied بالبيت يعني، على التليفون، ما هيدا معنى كل الوقت التليفون، متعرض لكل الوقت، كل الوقت عم بيشوف. سو السايبر بولينج بيقولوا اصعب، لانه موجود كل الوقت، باي لحظه انا فيه شوف انه ايش عم شو عم بيقولوا عني. بينما التنمر بالواقع انت بدك تكوني مفروضه بمحل، والناس اللي عم بيشوفوك يمكن قليل اذا عم تنهاني او عم تنزلي. بينما السايبر بولينج على الهول السوشيال ميديا بلاتفورمز، كم مشاهد بيكون فيه؟ يعني هلا ما بعرف كم مشاهد، معنى كتار. سو اكثر بكثير من التنمر اللي على ارض الواقع السايبر بولينج، غير محدود. والمشكله انه هاي يا ريت تحط حالك في ماشي الحال. ايه ماشي الحال. ف شو كنا عم نقول؟ ايه بالسايبر بولينج مرات عم بتضلها هيدي ال الشيء الغلط اللي نقال. يعني مرات كومنت على السوشيال ميديا موجودة، إذا انبعت للشخص تكست معين، طيب التكست صار بالتليفون، بيرجع بيقرأ. سو مخاطره أكثر السايبر بولينج، وأسهل وأخطر ما فيه كمان، إنه ممكن يكون أنونيمس، مجهول الهوية. يعني مرات كثير بيوصلوا للواحد هيك مسج من فيك أكاونت مثلاً، أو بينحط صورته على مواقع مش معروف مصدره.
سو بيقعد الواحد بيحتار يعني شو بده يعمل كثير سيء. فجأة الواحد طيب. بيلاقي حاله صار ميم ايه صار مشهور كمان او حتى ستيكرز ايه يا محلى التنمر بالواقع. وهون يعني بيحتار الواحد شو يعمل. فيك انت تشط في كومنت بس اذا كانت الشغلة على جروب بدك تقولي للمودريتر على البيج مثلا يشيلها. بس مثل ما قلتي مرات عم بتكون تسلية ونكت ومسخرة الناس ما بتعرف الضرر اللي عم تعملوا بهول الأشخاص. مرق معنا من أشهر ماضية كتير خبريات عن ناس تعرضوا لبولين عم نفكرها نكتة أول شيء بس إنه بعدين مع هذا الشخص عم ينأذى صار سيرته على كل لسان. سو ما بتعرف العالم جد قديه مخاطرها غير اللي عن يد بيذوقها أو اللي عنده هيدا الوعي الكافي بقديه هي سيئة التنمر عادة. في حدا بعت لنا على الشات سؤال كثير حلو، حدا من مؤسسة عامل. ايه عم بتقلنا كيف بنشتغل على حالنا ما نكون متنمرين، يمكن اوقات بنفكر حالنا عم نمزح بس نحن بنكون عم نتنمر بدون ما نحس. حلو السؤال كثير، هي يعني اهم شيء الواحد يصير يراقب حاله. يا ترى في اوقات اللي بيفلت الفلتر منا وبصير بدنا نحكي يعني هون انا كثير بتشدد على المرونة النفسية انه الواحد يعمل رياضة نفسية. اذا الواحد ما عم بيشتغل على حاله بانه اذا حاسس حاله منرفز معبى عنده اشياء بده يروق حاله قبل ما يكون مع حدا، لانه كثير مرات بالغلط بصير هيدا التعبئ اللي عنا والنرفزة اللي عنا غيرنا اذا عم نتواصل معه يمكن يكون مفشل خلق. سو هي بتبلش بمراقبة الذات وبانه الواحد يكون عنده النية انه انا بدي بلش انتبه على حكي. اذا حسيت حالي ما كتير منيحة بدي اقعد واعمل تمارين استرخاء هدي حالي روق حالي لحتى لما اكون مع غيري ما اقول غير الكلمة الحلوة. هيدي يا ريت الناس بتحطها براسها انه ما يطلع من تم غير الكلمة الحلوة. الكلمة المنيحة بتضر ما بتنفع هلأ إلا إذا يعني حدا سألنا أنتوا شو بتنصحوني وين عم بعمل أنا غلط. هون بيصير الواحد ما هو بده يسمعها لحتى يحسن حاله مثلا. بس هي إذا بيكون عنا النية إحنا إنه لا أنا بدي أشتغل على حالي وبدي انتبه وبدي صير اتمرن على جمل واتعود أقول دايما كلمات ملاطفة مجاملات للعالم لحتى أبسطهم. يعني إلا الشخص اللي بيكون هو مضايق بحياته يعني بتصير هيدا سبيل إنه أنا خليني ضايقة لشو هادي بتضل مبسوطة خليني أفعل هيك بالونة شوي مثلا. يعني بيقول هيدنا عندهم شي غلط. هون بدنا نشوف المدى اللي الواحد كتير مجروح لحتى عم يجرح غيره. عادة بيقولوا كل حدا بيتنمر هذا شخص منه مرتاح مع حاله عم بيجرب يحس حاله أحسن إنه يفرجي غيره إنه هو منه منيح أو إنه في عنده ديفو معين أو عنده أخطاء أو كذا. سو أنا اللي بيجوا لعندي معرضين لبولينج دايما فسر لهم إياها هاي أوعك تفكر اللي عم ينقال عنك اللي عم ينقال بيعكس الشخص. هذا شخص مضايق بده يحس حاله أحسن. يعني البوليز عادة بيكونوا they are bullied ببيتهم. يعني بيكون إذا وقت هذا بيكون عم بيعنفوا أبوه ممكن بيكون عم بيضربوا يا أبوه يا أمه مثلا أو بالبيت مش مرتاح. سو بيروح إذا هو عنده مقومات هيدا هالجسم عنده هيك قبضاي بيروح بيبلش بيضرب الأولاد حواليه بس ليحس حاله عنده سلطة لأن هي نتيجة التنمر. يعني اللي عم بيستقى التنمر بحس عن جد بالعجز. سو هيدا اللي عم بيتنمر كتير بحس حاله عنده سلطة وانه هو قوي لما عم بيحسس غيره بالعجز. صحيح. بس بدي اقول لهم اي حدا اذا عنده سؤال يقادر او يكتبه بالشات او نحن تقريبا اخر ربع ساعة رح يكون في وقت مخصص لحتى يقدروا هني يسألوا. طيب هلأ اذا بدنا نفوت بالكورونا بولينج من خلال الكورونا، كيف شايفة انت الوضع بلبنان بالبولينج بهذا الموضوع بالذات؟
يعني شوفي انا حسيت كان في سوري بولين اول فتره كثير، بس الحمد لله في جهود انعملت بالاعلام مع الدكاتره بهكل هالمحاضرات اللي عم بتصير بنشر الوعي انه يا جماعه روقوا روقوا، هول الناس بدها دعم، وانتم بتشوفوا هلا انتم كجمعيه وفي جمعيات كثير هلا بلشت عم تطلع جمعيات دعم نفسي، لان في واجب مهني عند علماء النفس، عند الاطباء، عند كل اللي بيشتغلوا اجتماعيا، انه نحن بدنا نكون داعمين لبعض بهالوقت. هيدا ظرف استثنائي عم بمر العالم فيه. نحن بلبنان للاسف عنا شغلتين، اول شيء وضع اقتصادي كان عم يتدهور يتدهور يتدهور، وبلشنا نشوفها انه صار يخلق جمعيات يساعدوا الاقل حظا او ما قادرين مثلا. في شيء بكبر القلب قد ايه طلع جمعيات داعمه ماديه، وفي جمعيات نفسيه، وفي جمعيات مثل تعبكم اللي عم تعمل هيدي التوعيه انه يا جماعه روقوا بدنا نعرف حقائق. كل ما عم ينحكى بالحقائق عن الكورونا، عن شو بيصير معه للشخص، كيف ممكن يتكيف بحياته هيدا الشخص، كل ما بيصير في يعني هيدا الوعي بيصير بحد من البولينج. ما هي مشكلته البولينج عند الناس اللي عم بيصيروا يخافوا منهم، لهالناس اللي مرضوا بالكورونا بيصير يعني في هيدا مثل خوف قلق جماعي، ما عم بيعرفوا الناس شو عم بيصير. سو هيدا واحدة من الأسباب اللي خلقت ليصير خلقت هيدا التنمر. الناس ما بتحب المجهول، بدها تشوف حدا تلومه، فبتصير مثل ما بتفكر كثير. كثير سهل الواحد ما يفكر، ما يصير دغري انه فهيدي هون لما بندرس العنصرية والتمييز وكل هولي كلهم من أشخاص ما بيحبوا يفكروا كثير، عم بينقوا مثل شورت كات انه ايه احسن شيء انه نعمل مجموعه كلها نوصمها وصمه عار، انه هولي ما بيشوا. هلا شوفي بامريكا هلا بلشت الـ يعني المظاهرات على العنصريه على الشيء، فهون كمان في مثل يعني هذا تمييز بالاشخاص اللي صار معهم هيدا الكورونا. شو هو الواحد كثير حابب يصير معه كورونا صارت، فهون بدنا يا ريت نستبدل هال الخوف بانه نعمل. شوفي مايان، انا بحس هون بالمجتمع في ثلاث فئات من الاشخاص، في فئات بتصير داعمه بالازمات، في فئات بتصير تقعد تتفرج تقعد على جنب، وفي فئات بتغذي الازمه. هون بده يسال حال الواحد انا من اي فئه بدي اكون؟ بليز ما تكونوا من اللي بغذوا الازمه، ما بتكون تضروا بس ما تعملوا شيء اوكي قبلانين. بس وحده من سبل التكيف بيقولوا انه الواحد يصير ينخرط بالمجتمع ويدعم. كل حدا منا عنده دور. سو خلينا نستعمل دور. انا باختصاصي هلا هيدا دوري اني زيد هيدا الوعي عن العالم، هيك هيدي شغلي عم بتفيد غيري، وعم بحس انا الي عازة مدرست كل هالعمر انا حتى خليهم هون عندي. ليه بدي شارك هالمعلومات خاصة بهيدا الوقت لنقوي العالم، لان هيدي اللي بتعمل الفرق، هيدي اللي بتعمل المرونة بهالاوقات. سو انا كل اللي عم يسمعونا بقول لهم يا ريت تسألوا حالكم انا كيف فيي فيه بهالوقت، كيف فيي فيه غيري. اللي منصاب بالكورونا يعني هذا بده دعم لحتى يحس حاله احسن، ما بده انه مش نبلش باصبعنا نقول في فرق بين الفيروس وبين الشخص. يا جماعه الشخص منه الفيروس، هو اكله. سو هيك بدنا نفكر نحن. الفيروس اللي عم نتوقعه هلا وعم نحاول جهدنا انه يعني هيدي كل سبل الوقايه نعملها، بس اللي اكلها هون بده وقت. ما تخافوا كثير منها يا عمي، جمعتين الواحد بيصير منيح الحمد لله. يعني ما انه كارثه اللي بتشوفي قاعده طلعت انه الناس اللي بيموتوا امراض قلب، الناس اللي بيموتوا بالسيارة انه اكثر اعدادهم من كورونا، هي خطر وهيدا قديش بيتنقل بسرعه. هي يمكن الأرقام والإحصائيات والأعداد الهائلة هي مثل عملت هاي حالة الهلع اللي خلت الواحد كأنه هو عم يحاول يدافع عن حاله، عم فكر عم يدافع عن حاله بطريقة التنمر على هيدا الموضوع. يا ترى قدي عم تزبط معه.
شفتي هيدا التنمر، بدي احس حالي احسن، بدي لوم حدا فيروس. يعني بدها وعي، بدها وعي الشغله. طيب لحتى لا خليني اقول هون انه كل ما عم بيزيد التنمر، كل ما هالناس اللي ما معهم فيروس اذا لقطوه ما عم بيحكوا، ما عم بيروحوا يفحصوا حالهم، يعني ما بيروحوا على خطوة الفحص انه لا ما بدي اعرف. فهون بيكونوا عم بيضروا غيرهم. نفس الشيء اللي بيكون عندهم مشاكل نفسية، اذا كان اكتئاب او قلق، في هيدي وصمة العار، ما هيدي بتحد كتير وبعدها بمجتمعنا موجودة، بيجوا بالسر. وانا اشوف اختصاصي نفسي تقولي لحدا، اوعيك تقولي لحدا. نفس الشيء اللي عم بيصير معه كورونا، ما بده يحكي لحدا. هيدي ستيغما بنسميها، ستيغما اباوت. هاي دائما نتعرض لها نحن طلاب السايكولوجي. نعم انتوا اكيد مجانين لحتى عم تدرسوا هذا الاختصاص. او انه بعدين رح تتعاملوا مع مجانين، وهاي الحكايات كلياتها. هيدي المجانين، كلمه المجانين عن جد، انت شو بتقولي لهم لما بيقولوا لك هيك؟ شو بتقولي؟ بقول لهم نحن كلنا نيوروتيك لدرجه معينه، قلت لك من قبل انه انا شوي فروديان. كلنا نيوروتيك، كلنا عنا قصص، ما انا شيء عيب، وكلنا بنحتاج انه نشوف سايكولوجيست وسايكوثيرابيست. شيء كثير طبيعي، مثل اي مرض عادي. يعني ما هي شفتي بدنا نحن عم نحلق انه الوعي شوي عم يتغير بهذا الموضوع. يا وهلا خاصه يعني يمكن عم بيشوفوا انه لا هي شوفي اللي عملنا هيدي الوصمه العار. نحن انه بالعلم النفس كثير شددوا على الامراض النفسيه. انا شفتي لاحظتي بسميها مشاكل نفسيه، كلمة مرض الناس ما بتحبها، بس ما هو طلع بالمقابل علم النفس الإيجابي اللي بيركز على كيف الناس بتصير سعداء أكثر. طب هيدا علم نفس كمان. بس هيدا بقلك أنت كيف فيك تكون مبسوط بحياتك، شو فيك تعمل لحتى تصير أدائك منيح، كيف تصير عندك الإحساس بالwellbeing إجمالا منيح. سو علم النفس ما بقى أمراض. طب ما في علم نفس هلأ على المدارس، بالمدارس بيعملوا علم النفس، علم بيعملوا عليه أبحاث فإتسترا. شوي شوي يعني مثل ما قلت عم بيصير في هيدا الوعي. بنتأمل بالكورونا يعني يكون في هيدا الوعي والفصل بين الفيروس وبين الشخص اللي لاقط أو المريض بالكورونا. طيب كمان من القصص الداعمة لمريض الكورونا هو غير حاله طبعا، هذا الشيء كمان لازم نحكي عنه هلا، محيطه. اهل ببلش من البيت الصغير، من اهله، من عائلته الاكبر منه، من مجتمعه، الاهل اللي عايشين معه كيف يساعدوا للمريض، كيف يدعموه ويتقبلوا بنفس الوقت. ايه بتعرفي شو مايا اللي عم بيصير، انه اذا المريض عم يتنمر عليه الاهل عم بياكلوها كمان. يعني كمان بصير كل البيت هدف للتنمر. يقول كنت قربوا من بيت ما بعرف شو، هولي عندهم ابن صار معه مثلا. سو الكل هون، اذا كان الشخص ولا العائله، بدهم يحصنوا حالهم بالمعلومات الموثوقه. يعني ما هي في ناس عم تقول لك عدوة شو بيجهلوه. سو اذا نحن بنعرف شو هي الكورونا على المزبوط، وما نسمع للاشياء اللي بتوصلنا على الواتسابات اللي منا موثوقه، اساس الصحه العالميه يعني وغيرها يمكن عندها بيقولوا لك الاشياء المضبوطه. لما بيتسلحوا بالمعلومات حول الكورونا وبيقرروا بين بعضهم انه يعني نحن بدنا بس نكون مع الاشخاص الداعمين اللي مثلنا اللي فهمانيننا، بدنا اي حدا حيكون سلبي او يعني يحكي باستهزاء او شيء، خلص بدنا نحط له حدود. هون بدنا هيدا رسم الحدود او الباوندريز كثير مهم. سو هون الاهل بدهم يدعموا لهيدا الشخص بتوفير له المعلومات، يقعدوا يحسسوه ويكونوا عم يدعموه لفظيا. يعني هون يزرع هو الكلمات الحلوه ويعطوه الامل. الأمل يعني الحمد لله كورونا نسبة الوفاة منه منا كتير عالية. وبنعرف صرنا أنه هني يعني الناس اللي عندهم مشاكل صحية يمكن بتعرضين لها. فدايما الأمل والإيجابية، بس الإيجابية يعني هون بدنا نحقنه إيجابية ونكون فرحين حده، مش انه يعني انت يعني في ناس بيزيدوه عليه للشخص. انت
انه لا خلص يلا كلنا فتره بتمرق جمعتين فيها جمعتين عمول نقاها انت اقعد هلا بس هيك ركز على انك تشفى. الابحاث بتقول الناس اللي بصير عندهم هيدا التفكير الايجابي والامل انه انا حروق انا حصح خلص لو دي ان اي عندهم بتتغير وبصيروا بيصحوا في كثير هلا ابحاث سايكوسوماتيك ايه سو بيقولوا لي اذا بتقري لبروس ليبتون او بتشوف اليوتيوب تبعه لبروس ليبتون بيقول لك الدي ان اي بجسمنا بتتغير اذا كان الواحد عنده هدول الاعتقادات انه انا عم بشفى وانا منيح وانا حصير احسن. سو هيك الاهل بيدعموا المريض وبيدعموا حالهم يعني بدنا دائما نقول ما اضيق العيش لولا فسحه الامل. سو هيدا الامل انه لا انا حصير احسن ومنه هالقد شيء بخوف مثل ما عم بيقولوا وفي اتكال على رب العالمين بالاخر يعني للمؤمنين كثير بنشدد على الاتكال على الله انه مثل ما الله بيريد بدنا ندعي. عندي شيء اسئله؟ خليني اشوف. في حدا قايل مش ممكن اذا شخص تعرض للتنمر يصير هو متنمر، هذا اللي انت حكيتي فيه كمان. هلا انت كنت عم تحكي نحن هاي شغله يمكن عشناها هون بالمنطقه، نحن صح ما عندنا حالات كورونا لحد هلا الحمد لله، بس مجرد ما عم يصير في اشتباه باي حاله العالم عم تهلع دغري، بتلاقي الواتساب مليان صور للشخص ما حدا يقرب عليه، بيعملوا ضغط كتير كبير، هيدا تنمر. طب هو الشخص كيف بده يتقبل هيدا الوضع؟ هو يمكن ما يتنمر على حاله كمان، اذا فينا نقول هيك انواع سيلف بولينج، كيف بيقدر يتقبل المرض ما يعيش بدوارة الشعور بالذنب بسبب مرضه او انه هو عم يتنمر ما يلوم حاله او يحس حاله انه انا هلا شيء انا بدي انشر المرض هلا بين الناس اللي حوالي. يا يعني شوفي كثير الوضع صعب لما الواحد هيك بحس انه صار هو حديث المنطقه، كثير بشع الشعور يعني هون كثير يعني بتسبب له هيدي بكفي الواحد لما بيمرض اوريدي بتفريش يعني اللي عندهم اوجاع مزمنه نفسيتهم بتصير بالحضيض. سو هيدا الزلمه اللي يعني اوريدي موجوع حاسس حاله ما بقى قادر يكمل حياة طبيعية، بده يقعد ويروق على وضعه وعم بيشوف انه عم ينعزل اجتماعيا كمان وعم بيصير حديث البلد، بده يذكر حاله انه الناس خايفين ونحن كل السبل الوقائية انعملت بطريقة انه يكون في هيدا الفيزيكال ديستانسينج، ما بقى بدنا نقول سوشيال ديستانسينج، بدنا تباعد جسدي، بس الا ما يطلع ناس مايا اللي تكون داعمه، هول اللي بدنا اياهم، بده هو هيدا الشخص يتلقط بالناس اللي عارفه شوي، مش بعد ما بتعرف عن موضوع الكورونا اللي في ناس ناضجين، بتعرف قيمه انه انا واجبي ادعم المريض، بتعرفي انت هيدي مسؤوليه علينا اي حدا مريض، بتحسي انه لازم تواسيه، لازم تحكيه، سو فينا مش ما بدنا نزوره للشخص لان هيدي بتعرضنا لنلقط الفيروس، بس فينا نسال عنه، فينا نطمن، في هيدا الشخص ينقي الناس اللي بتحبه، الناس اللي بيعرف ما بتتخلى عنهم ويقول لهم يعني هيك بنقول بدك هون تو ريتش اوت، يطلب هو الدعم، دق لي يا مايا حالتي حالي ما قادر، ما في غير عم يوصلني خبريات عم بيحكوا علي الناس، احكي لي شيء يبسطني. بتصير مايا هون بتذكره باشياء بالماضي تكون حلوه، بتذكره بنقاط قوته، بتعطيه الامل، بتعطيه الايجابيه، يعني هيك هو الشخص بده يطلبها اذا حدا عم يعطيه اياها. اللي بالعائله موجودين ممكن يساعدوا، والاصحاب عم بعيد ممكن يساعدوا كمان. ومرة تانية كمان مش غلط انه نحن نروح عن سايكولوجيست وحدا يساعدنا، الموضوع ما نوتابو ابدا ولا استيغما. يا وحتى شوف الناس اللي عندهم يعني مرضانين، نحن كثير عم نعمل سيشنز اونلاين على زوم،
على زوم، على الواتساب كول، على سكايب. يعني هلا هو الكورونا عم بيجي في درجات، في ناس عم بتكون كثير قويه وفي ناس ما عم بتكون كثير قويه. لايوم سو بيضيق الواحد خلقه، هي بدها انه الواحد ما يعود يشوف ناس لحتى هيك يحميهم. بس ما هيدا ما بيعني ابدا انه ما يعود يحكي مع حدا. في كثير نشاطات في يقعد يسويها بهالجمعتين. كثير حلوة الكلمة اللي قلتيها اصلا، فيزيكال ديستانسينج مش سوشيال ديستانسينج. ايه 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 ضرورية، بس بده يضلوا عم يحكي مع ناس. نحن كثير شدنا بالاول يا جماعة، هون الاصحاب اللي صلنا زمان ما حكيتوهم، هلا الوقت انه تحكوهم. اعملوا ليستا اليوم، احكوا واحد او اثنين. كثير في ناس بلشت تعملها وبلشوا يتقربوا الناس من بعض، حتى الناس اللي عندها أهل عائلة برا صاروا عم يعملوا. هلأ الواتساب يعطيك هيدي الفيديو كول فيها شي 5-6، واو والضجيج حلوة. بحس الحال الواحد بعده مع المجموعة، صار في ناس هلأ عم بتشوف قرايبينا أكثر من أي وقت قبل، لأن صار عنده صح. وأصلاً إذا منلاحظ خلال فترة الحجر اللي صارت هلأ، قد السوشيال ميديا كانت شيء كتير داعم، قدروا يلاقوا كتير بدائل نحنا كنا نعملها بالحياة الواقعية اليومية مش قادرين نعملها لأولى بدائل. صار كتير في سيشنز لايف، كتير في قصص عم تصير لايف. للنشاطات اللي نحنا عملناها بالكوميتي مثلاً، كان في الحكايات أونلاين، قدرنا نعمل مثلا ما في شيء هلا معين عم بتذكره، قدرنا نعمل كومبيتيشنز اونلاين كمان، كل الفئات قدرت تشارك، قدرنا نعمل حزازير اونلاين. فكتير كان في بدايل خلال هاي الفتره، انه الواحد يعني يقدر يستغل فتره الحجر بقصص لحتى ينمي حاله اكثر. طبعا طبعا. هلا شفتي هيدي هيدي المرونه وهيدا الذكاء. الذكاء شو يعني؟ الواحد بده يتكيف مع متغيرات الوضع. بتلاقي ناس دغري لقيت البديل انه ما فينا نشوف بعض، خلقنا هل يعني منيح اللي بالضبط ما نفوت حالنا بدبرشن بهذا الموضوع. ايه ايه يعني. وهون كمان بشدد على الامتنان. اي حدا اذا معرض لكورونا او شيء ضلوا يفكر بشو اللي عنده اياه بحياته هلا، هيدي وسيله تكيف كثير قوي، انه نركز على شو فاضلنا. حتى المنصاب بالكورونا يمكن يقول انه يي الحمد لله انا انه قادر اقعد بالبيت، احجر حالي بالبيت، انا مريض ما اضطريت اروح على المستشفى. حتى اللي بالمستشفى ويكون كل شيء موفر لي بالبيت. ايه واللي بالمستشفى كمان يقول منيح اللي طلع لي اوضه، منيح اللي من المعدلات معالي. دائما في مجال انه نكون عم نشوف شيء بوزيتيف. ايه 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 ونمتن انه عندنا كثير شغلات نحن اللي نقدر نمشي حالي فيها، نمشي حالنا فيها. يعني فينا نقول أنه الإصابة بالفيروس هي بحد ذاتها أضعاف للدفاع النفسي للشخص، لأنه يعني إذا إجت قوية، أول شيء الواحد بده يكون قاعد لوحده حتى ما يأذي غيره، حتى ما أقول كلمة عزل. هيدي أوريدي واحدة من علامات الاكتئاب هي الايزوليشن، أنه الواحد بينعزل سو بتكئب. ثاني شيء إذا الواحد موجوع إذا يتنفس منيح، ما هي كمان قصة كبيرة. واحد بيصير كتير بتنتكس نفسيته، سو بده هون ياخد فيتامينات نفسية كتير، يعمل كتير اشياء اللي بسميهن انا يعني تمارين للمرونة النفسية، يحصن حاله ليقدر يقطعها هيدي الفترة. وهاي اللي ناطرين هلا انك تعملي لنا اياها بكره ان شاء الله. بكره طالع على صفحة نحن حدك. نحن حدك باي ذا واي بدي اتشكرهم، في كتير موجودين منهم، حسين حميه موجود معنا ومعنا كتير ناس من مبادره نحن حدك. أوكي. كتير بتشكرهم لوجودهم معنا اكيد. يعني والله شيء بيكبر القلب عن جد، قديش متحمسين. سوري مدام دانيا ومايا، سوري على الانترابشن، بس صار في كتير ناس حكينا كرمال الموضوع بدنا نعمل مداخلات معاكي لايف، فما بعرف قد ايه بيسمح لنا. اكيد نحن الأسئلة خالصة فيه بس بعد التمارين، وأكيد أي حدا عنده سؤال. أوكي يلا بانتظار كله كان. أوكي هلأ شوفي اللي كتير بهمه الموضوع يتابعونا على صفحة نحن حدك، بكرة الساعة 2 يمكن بعض فيها تمارين أكثر. بس لليوم يعني اللي إذا الواحد هيك مريض، التمارين النفسية اللي فيه يساويها متنوعة. نحنا يعني أهم تمرين أنا بعطيه هو التنفس البطيء.
بس يمكن اذا لمريض كورونا ما كثير يقدر ياخذ هيدا النفس العميق، مع انه انا سمعت انه يستحب الواحد يصير يضلوا عم بيمرن رياضه وما يقدر، بس اللي ما بيقدر بدنا نشدد على استعمال المخيله. المخيله في تمرين مايا اللي انت حبيتي الستريم اوف لايف، انه الواحد يقعد مثلا يمكن يتسطح على تخته، يقعد شوي جالس، يقعد على كرسي ويصير هيك يقول انا هلا بدي اعمل مثل ديتوكس، بدي روح كل هالستريس مني، يقعد يركز على جسمه جوا وياخذ هيك يعني يركز شوي على نفسه، يبطئه للنفس ويعمله عميق قد ما بيقدر هون اذا عم نحكي اذا الواحد يعني مضايق او موجوع، ويصير هيك يغمض عيونه. ويا ريت الكل اللي عم يسمعونا بشرفكم اسمعوني وبلشوا سووها هيك، غمضوا عيونكم ركزوا هيك على نفس عميق، انتم ان شاء الله نفسكم منيح، خذوا النفس هيك عميق من معدتكم اهم شيء، ورجعوا طلعوه يكون اطول، التطليع الظهر هيدا ثاني اكسيد الكربون كثير اكثر مما عم بتفوتوا. احنا بدنا بس ناخذ النفس، خذوا النفس، فوتوا اكسجين على معدتكم على رجلكم على كل جسمكم، خلي دماغكم يتغذى بالاكسجين وتطلعوا ثاني اكسيد الكربون، ودغري بتصيروا بتحسوا جسمكم عم بيروق. وكوني اذا بعدكم غامضين عيونكم تخيلوا انكم انتم قاعدين بطبيعه كثير حلوه على الحشيش، السما زرقاء فوقكم، وبدكم هيك تعملوا هيدي الديتوكس، ففيكم تتخيلوا انه السما فتحت ونزل منها شلال نور، بس كانكم واقفين تحت الدوش، عم ينزل هيدا شلال النور عم يتدفق شوي شوي، ينزل من راسكم، عم يغسل كل شيء في سلبي، افكار سلبيه من راسكم، عم ينزل على وشكم حتى شعركم على الوش، ينزل على رقبتكم على ايديكم، وانتم بعدكم عم تاخذوا هذا النفس العميق، طلعوه هيدا شلال النور بعدكم بفوت بجسمكم، بتغلغل بكل الخلية، عم بتطلع كل شيء بيسموه بجسمكم، سرياتكم عم تنغسل هلا، ظهركم، كتافكم، معدتكم، فخاتكم، رجليكم، عم بيطلع من جسمكم كل شيء بيسموه، ممكن تكون تتخيلوها لو عم تتأخري. كنت تتخيلوا جسمكم هيك عم ينضف في الشعر عميق هلا، كل ما عم تاخذوا هذا النفس عم بتروقوا أكثر، وفيكم تضلوا تحت هيدا شلال النور قد ما بدكم، وفيكم تتخيلوا إنه هيدا شلال النور هلا عم بيصير سمايلينج فيسز هون الإيموتيكونز اللي بتحسوا بالفيسبوك واتساب، وجوه عم تتضحك، عم تكرج على وجهكم على ظهركم، انا عم بتذكر تعلموا ايدكم بتفتح على جسمكم كلكم، تصيروا طبيعي بتحسوا هيك حالكم عم تبتسموا، ما في واحد يشوف وجه عم يبتسم ما يبتسم، خاصة ضحكتك انت كتير معادية معايا نعيما يا شباب فيكم فتح عيونكم هلا في هول التمارين، يعني فينا كمان اللي حاسس حاله كتير قلقان وهيك يقعد يسترجع ذكرى حلوة كان عايشها بحياته، كلنا عنا محلات حلوة رحنا لها وحسينا برواء وبهدوء وبسكينة، يعني فيني أنا دايما تخيل حالي قاعدة على شط البحر هيك وبس عم شوف الزراء وعم بدعس بالماء، يعني في واحد ياخد حاله ويعيش هيدا الوضع، يعني يقعد يطلع على الزراء، يسمع شط البحر، يمكن يتذكر الهواء كيف كان عم ينفح وجهه، يسمع شو كان عم يسمع، يحس شو كان عم بحس من جوا. نرجع منقول العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بتتخيليها بتصير. وهلأ أنا الخبرية اليوم طلعت سيرتيفيكيشن كليدر،
فوائد الضحك يعني أهم شيء. هذا باللافتر يوغا بنعمل صفوف ضحك متواصل بدون سبب. بصير الواحد عم نتصنع الضحك، نحن بحياتنا بننطر لحدا يبقى نكتة لحتى نقعد نضحك. واحدة من السبل إنه الواحد يقعد يضحك بلا سبب، يقعد يقول ليك زمن كورونا ويصير يضحك ويضحك ويضحك بلا سبب. وهو الواحد بس يصير يضحك، خاصة هيدي الضحكة العالية، نحن بمجتمعنا إذا بيسمع الواحد عم بيفقع ضحكة لا عيب، بهول الصفوف بنصير مجبورين كلنا نضحك على صوت عالي. وهيدي الهزة اللي بيهز هيدا الحاجب هون كتير مفيدة، بيقولوا لك 10 دقايق ضحك بتوازي تحرق كالوري. يا شباب اللي بده ينزل وزن يقعد يضحك 10 دقايق قد نص ساعة رياضة، شو بدي أحسن من هيك؟ ما بتضحك بيفرز راسي الهابي نيورو ترانسميترز هولي اللي بتغير المود. هلا سيروتونين وأوكسابين إيه، يعني عملت أنا جبت بنتي وأصحابها هيك لأعمل لهم سيشن، هيدي بارت أوف ذا إكزام، وبنتي بتتمسخر على هول الشغلات يعني، بس قاعدة مجبورة إنه كان I was being evaluated، يعني بدها تحط لي علامة اللافتر يوغا تيتشر ثيرابي. سو قعدت اعمل لهم اياها، يا عمي ضحكوا ضحكوا بشكل، الضحك معدي والضحك بحسن النفسيه وبحسن الاميونيتي، هيدي اهم شيء واللي كلنا عايزينها هلا. سو انا التحدي تاعكم يا عمي اقعدوا بلا سبب واقعدوا قولوا خلينا معنا 10 دقائق، اقعدوا بتكروا ما بدها شيء، طلعوا على الانترنت لابتر يوغا شو بيعملوا ليضحكوا. هاي يعني اللي بلشوا الابحاث على الضحك، شخص كان مريض اسمه هيك شو اسمه وسن something like this، هذا كان عنده مرض عضال فيه كثير بيتوجع كل الوقت، بس صار يقعد يضحك حاله يحضر افلام بتضحك الوجع تاعه صار يخف، ما يقعد يتوجع لساعتين فينام فيه هول الساعتين، يضحك 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 ويرجع ينام فيه هول الساعتين. مين إجا معنا بيبي؟ خلينا نضحكوا. يعني شفت هي النفسية الحلوة المرتاحة بدها شغل، ما حتجي لوحدها. I think ليو يمكن نوجه تحية لليو ونضحكوا هو. هاي ليو كان جد كتير كتير مرسي إليك ولوجودك. يا أهلا يا أهلا أهلا وسهلا فيكم. بليز إذا أي حدا عنده سؤال أو مداخلة كمان. إيه كنت عم تقول لبنى. إيه مرحبا. هاي هاي كيفك؟ أول شيء بدي أوجه لك تحية وأقول لك إنه أنت يعني مصدر للبوزيتيف فايبس. هي حبيبة قلبي. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك غنى. في سؤال بحس الأميات حتكون أكيد عم تفكر فيه. في أولاد كتير بيتعرضوا للتنمر بالمدرسة وبيجوا بيحكوا لأهلهم أوقات أوقات لأ. بس بحال انه الولد اجى حكى لامه، انا مثلا كام انا شو المفروض اعمل، كيف لازم اتصرف مع هذا الموضوع؟ وثانك يو. اوكي سو كام عندها شغلتين لازم تعملهم، بدها تقوي هالولد وبدها تحكي المدرسه، بده دعم بالمدرسه، يعني هي بدها تكون الداعم بالبيت ولازم يتخبروا الاداره المعلمين حتى يدعموه هنيك. وتعلموا شوي تحضر له جمل يقولها كل ما صبي حيتنمر عليه أو بنت أو كل ما يتعرض للتنمر بدها تعلمه ويقعد يمثل هو وياها. يعني أنا اللي بشتغل معهم على قصص الثقة، نرجع نعيد الثقة، بنصير بنعمل مثل سوري رول بلاي، يعني بصير بقله حط إيديك هيك، هيدي الحطة على الإيدين ما بعرف إيش فيني، بدي حط إيدي هيك، هيدي بتعطيني قوة، وبدي أقول أنا ما بسمح لك تحكي لي هيك، بدك إشكيك على الإدارة مثلا. يعني إذا بتعلموا إياها هيدا يعيدها هالجملة وهالحركة 20-30 مرة خلص تنطبع هون، بدها تطلع أوتوماتيك، تقعد تشوف هو عشو عم بيضايقه وتحضر الجمل اللي لازم يرد فيهم هو. يعني هو بده يتعلم هو يدافع عن حاله، وبده كمان إذا ما ردوا عليه بعده بده يوصلها للإدارة. بس أنا برأيي الإدارة لازم تعرف، والمعلمات هون كثير فيهم يساعدوا بهيدا الموضوع، لأن التنمر مثل ما قلنا عواقبه كثير وخيمة. جاوبتك على سؤالك رينا؟ ايه ثانك يو. اوكي حبيبتي يا هلا.
سؤال غير بعد فيه؟ شوف مين كمان عنده حدا. أنا في عندي سؤال بخصوص هلا نحن يمكن في معنا بالميتنج كذا معلمة، ونحن يمكن كتير بيصير في عنا أوقات الطلاب بيتنمروا على بعض بقلب الصف. بس الفكرة إنه نحن أكتر شيء بيصير في عنا مشكلة مع الأهل، يعني أوقات الأهل يمكن بتحسي هن كمان إنه ليحلوا المشكلة بيزدوها سوء أكتر. يعني شو بيعملوا؟ هلا مثلا يمكن شخص تنمر على ابنه، فهي يمكن بتقول له انت كيف بتسمح له مثلا، يمكن بيروح رد عليه ويقول له انت هيك، عرفتي انه بتصير تبادل الاساءه بالاساءه. او يمكن او كمان يمكن شوي بعيد عن التنمر موضوع العدائي، يعني كمان نفس الشيء يمكن اتعرض للضرب بما هو كان يمكن يعتبر بيعتبر تنمر جسدي، فكمان نفس الشيء بتقول له انه مثل ما ضربك روح اضربه. فهيدا الموضوع شو ممكن أقول للأم بهيك حالة؟ أنا كمعلمة شو بقدر أنا وصلها بطريقة؟ بالنهاية أنا بعرف البيئة كتير بتلعب دور بهيدا الموضوع، حتى يمكن العائلة وين قاعدة كأسرة، فكيف نحن فينا نقدر نساهم كمعلمات بهيدا الموضوع؟ شكراً إليك. يا كتير حلو السؤال. يعني فيكي تعمل شغلتين لبنى، يعني تشتغلوا على تثقيف الأهل ووعي الأهل. نحن كيف عم نعمل هيدي المحاضرة اليوم؟ يمكن لازم ينجمعوا الأهل، مش بهيدي الظروف ما بعرف إذا حتقدروا أونلاين يعني، بس إنه تقعدوا تقولوا للأهل شو الطرق الخاطئة وشو الطرق الصحيحة. يعني بدنا نصحح المعلومات. أهل في أهل يكون عن حسن نية إنه بدنا تعلم ابنه يكون أبضاي، روح سبه مثل ما سبق، يمكن هيك تعلموا. طيب بس ما نحن بنعرف إنه لا، هيك عم نزيد سوء مثل ما عم بيقولوا. في تثقيف بده يكون هيك بمجموعات، ينعمل دائما اول الارشادات للاهل، وفينا هيك الون اون ون، يعني مثل ما قلتي موضوع حساس يمكن للاهل، بتجتمعي فيها للام لوحدها وبتقولي لها شوفي يمكن انت مبسوطه منك انا انه عم بتقويه لابني كثير، هيدي شغله نحن عم نتكل عليكي بالبيت تعمليها، نحن هون عم ندعمه كمان. ويا ريت هوني ما تقولي بس، هيدي بلغة التواصل، إذا قلتي بس لو ما بتقولي له يسب مثلا هوني سكرت هي. سو بس لأن بتلغي كل اللي قبله، فبتقيله وبتقيلي له منيح اللي عم تعملي هيك، ويا ريت يا ريت تقيلي له يدافع عن حاله بطريقة ما نكون فيها مسبيه، لأن إحنا ما بنسمح بالمسبيه هون بالمدرسة، وعم نجرب نعلمهم للصغار كيف يكونوا هيك عندهم هيك civilized ويكونوا منيح مع بعضهم ويكونوا بأخلاق عالية وهيك. يمكن شغلة ما منتبهي فيها أنت سو، لأنك أنا بعرف بدك مصلحة بنتك، يعني هيدي بنسميها ساندويتش فيدباك، يعني هيدا بدك تقولي لها شيء سلبي بس بدك تحطيه بين اثنين إيجابية. بتبلشي كثير منيح اللي عم تعمليه، برافو عليكي، بتشكرك، ترجعي يا ريتك تقولي له يدافع عن حاله بدون مسبب، لأنه بعرف أنت بالنهاية بتحبي مصلحته لأبنك، بكره بس يكبر بده يكون يمكن شخص مرموق، ما حلو بتعكس على شخصيته إنه هو الواحد بفلت حكي هيك. هيدا نحن هون عم نجرب نعلم الأولاد إنه يتواصلوا بشكل منيح بدون كلام نابي، يعني هيك صعبة. لا إن شاء الله تطلع لك وحدة تقدر تسمع، بس تقدر تسمعك أكثر إذا بتجيها بهيدا الأسلوب اللطيف اللي تحلمسي لها شعرها لبارة إنه عرفتي إنه بدك تجي ليه عم تقليل ويسام؟ ليه عم تقليل ويسام؟ أنا هون عم إنه هيك أكيد حتصير دفاعية هي مثلاً. بظن اذا قلت لها مثلا محلوي مدام وضعفيني شو عامله يعليكي معلزك برافو، اكيد هي ساعتها حتتقبل كل شيء حقوله. والله ذكيه، يعني هيك دائما من يعني من سبل التواصل بدك تخليها تسمعك، اهم شيء تسمعي. سو اذا اكيد بتقولي لها شيء حلو رح تصير تسمعي. اوكي يا هلا، حدا عنده بعد سؤال؟ انا سو مدام كوثر يا هلا. نعم، يسعد أوقاتكم جميعاً. وأوقاتك يا رب. وأوقاتك. أنا بدي هني الصبايا كلهم وهنيكي بهاللقاء وهنيهم فيكي كمان وبحضورك المميز، عندك كاريزما مميزة جداً تسكن القلب. هي حبيبة قلبي، شكراً. حبيبة قلبي، أنا منسقة تلاقي الجمعيات اللبنانية، اسمي كوثر عبد الفتاح. أنا
هلا اوقات هلا التنمر عندنا مبلش ببلدنا. انا أوه. من مجد العنجر. اوكي. اذا بقول لك ما بتصدقي كيف صارت العالم تنظر لنا، وبس يعرفوك من مجد العنجر لما بيبعدوا عنك بيقولوا لك بعدي عنا شوي. يعني انا من الجمعه صار معي هالموقف، بعدي بعدي شوي عنا لورا لورا عملي معروف. وهي صديقتي يعني جاي من ضيعة لضيعة، التقينا على المعبر عندنا هون لأنه ممنوع نقطع الطريق. يعني تصوري مثلا هاي أول شيء. ثاني شيء امبارح كان عندنا موضوع بنت ابني ساخني أخذناها على المستشفى، الدكتورة قالت لي إنه عم بتقول لها لك أنت منين؟ قالت لي أنا من عيطة. قالت لي احكي الحقيقة أنت من مجد العنجر شيء. وقفنا يعني البنت مريضة وأخذينها بحالة طارئة، وهي شو قالت يعني وغيرها وغيرها وأشياء كثيرة. بقى هي الموضوع نحن عم بيواجهنا كثير وبصعوبه مش عارفين شو بدنا نعمل. طيب في حال نحن عم بيصير معنا هيك شو بده يكون الرد لإلهم؟ هن عم بيقولوا لنا هذا يا هذا اكبر تنمر انوجد هلا على كل سكان مجد العنجر. الممرضين والممرضات قالوا لهم فلوا، الموظفين فلوا، الدنيا كلها صارت بالبيوت قاعده. هادي عنا اسم مواجهة صعبة، حطيت هالأمر بين ديك لتعطينا شي حل بسيط نقدر تكمل فيه ما بعد الكورونا. هلا شوفي أول شي اعملي شير لهالفيديو، هلا موجود على صفحة اللجنة اعملي له شير، لأنه أول شي لازم نوعي العالم إنه يكونوا مساندين داعمين ما يكونوا مأذيين. حكيت أنا على ثلاث أنواع عالم، سوب يا ريت بهذا الوقت نكون داعمين. هلا مرات كثير التنمر لازم نواجهه بالتجاهل، مع علاج التجاهل الجاهل التجاهل. ما هني عم يحكوا عن عدم معرفه بكثير شغلات ومن خوف من قلق. سو هون مرات يعني ممكن انت بنظره تقولي لشخص يا ريتكم تعرفوا اكثر عن الموضوع وتكونوا داعمين. مرات هيك اذا الواحد بيحط الجمله والتطليعة اللي بتطلعي فيها أنت لهيدا الشخص ومزرتز براسك هيك شوي كمان، يعني بتحسسه للشخص إنه هو عمل غلط بدون ما يكون في رد تفاعلي وأخذ وعطى وهيك. هيدي من الأشياء الصعبة اللي أكثر شيء حيلجمها هي الوعي والتركيز على إنه لازم نكون داعمين لبعض بهيدي المرحلة. اللي عم بيكتشف انه هو لاقط العدوى لازم يكون عم بياخد حذره وما يروح، يعني ما يظهر لحتى ما تزيد. سو في مسؤولية فردية هلا وفي مسؤولية اجتماعية، بدنا كلنا نتسلح هلا لحتى نواجه هيدي الأزمة اللي كلنا عم نتعرض لها. وحنلاقي ناس اللي ما حيكون عندهم الإدراك الكافي او الوعي الكافي شو عم يعملوا هني، وحنلاقي الناس الداعمين مدام كوثر. فمعلش بدنا نتحملها فترة، بدها تقطع يمكن هيك إذا بس نتسلح نحن بالمعرفة ونصير ننقل هيدي المعرفة شوي شوي بتخف هيدي الحركات. يعني للأسف عبال ما تروح إن شاء الله، بس هيدي بأنحاء العالم كلها انوجد التمرد. يعني بأمريكا صاروا كل ما يشوفوا سيلة يقعدوا يدشروا من المحل وهيك، يعني حرام شغلة كتير بشعة. سو الناس قلقانة والناس مرات هيك بدها تفش قلبها تكون مضايقة هي من الوضع، بدها تلاقي حدا هذا اللي عم بيصير للأسف. والموضوع الأصعب من هيك إنه نحنا معنا هالحالات، يعني كتير ناس عملوا وقالوا لنا نحجروا حالكم بالبيت ويومين ثلاثة يدقوا لهم إنه أنتم ما عاش عندكم شيء فيكم تطلعوا. يعني مش عارفين نحن صار عبيحيتنا إشياء كتير بخصوص هالأمر، هو كيف عم يتاخد وعبيروه على أي أماكن. أنا أول شيء بدي أتشكرك وبدي أتشكر استاذة لبنى الأستاذة اللي دعيتني على هذا اللقاء الحلو، وبدي أتشكر القيمين على هذا التطبيق اليوم على هالشغل، والله يعطيكم ألف عافية. بدي أتشكرك يا مدام دانيا كمان حبيبة قلبي، نحن وياكم المناسبات تانية إن شاء الله. مرسي على سؤالك، حبيت إنه تكون المداخلة بسيطة ما بدنا نفوت بمتاهات تانية سريعا لا لا بالعكس،
مدام كوثر نحن بنتشرف بوجودك معنا كمان بالإضافة لمدام دانيا ويمكن نحن على أخذنا شهادة حية من ناس عم بتعاني من هيدا الشيء كمان هيدا الشيء بيزيد يعني غنى للميتينج تعولنا يعني نحن صار في عنا حدا عم بيعايش الكورونا نحن مثل ما ذكرت مايا بفترة نحن صراحة صار في هون كذا حالة إنه اشتبهوا فيهم وحتى نحن زرنا يمكن مستشفى مشغلة وعملنا مستشفى مشغلة الحكومي اللي كان عم يستقبل بعض الإصابات اللي مشتبه فيها وما تتخيل دور وسائل التواصل الاجتماعي بالتنمر فعلا كان في شيء مش طبيعي عم بيصير يمكن مدام كوثر عم بتعاني منه نفس الشيء يعني تخيلي انه لتاخد يمكن شخص قالوا عن اسمه ممكن يكون خالط هيدا الشخص التصوير الكلام كان يعني بصير تركب هيدا الفكرة الوعي المجتمعي لازم كتير نلعب دور عليه ونحن يمكن كدور اللي عم نقوم فيه على صفحاتنا أو مثل حضرتك مدام دانيا أو مثل حضرت مدام كوثر اللي بوجه الألف تحية كمان وهي كتير عندها شغل اجتماعي إنه نحن نقدر نعكس هيدا الصورة الإيجابية للعالم وإنه الكورونا هو فيروس يمكن يصيبنا كنا 90% من اللبنانية ممكن ينصابوا فيه وهيدا حكي علمي في دكتور قال يعني دكتور عباس رضا هذيك نهار قالنا اياه فانه نحن كنا معرضين فالفكره انه ما فينا نضلنا عايشين بهيدي الطريقه ونتعاطى مع كل شخص انه ممكن يكون جاي من مصدر انه هو في عنده كورونا انه بهيدي الطريقه كتير صعبه حتكون ما كلنا حنتعرض فكيف واحد يقيس على حاله بزياده هي مزبوط وهلا اذا عم بتقولوا على وسائل التواصل عم بتصير المضايقات وعم بيصير التنمر بدنا نستعمل وسائل التواصل للتوعيه كمان يعني نبلش نحط يا جماعة اللي بيصير هيك عم بيزر الإشاعات وعم بيحكي وعم بيستبعد ناس وهيك هيدا اسمه تنمر هيدا اسمه تمييز اوعوا سو كل موجة بده يكون في عكسها موجة تانية الناس هون كلها عندها هيدا الوعي سو نحن عنا شغل بدنا إذا السلاح عم بيكون سوشيال ميديا بدنا نشتغل سوشيال ميديا إذا السلاح عم بيكون في بالحكي بدنا يكون عنا كمان نحن محضرين شو نقول سو هون بدنا ناخد حقائق شوي كيف عندك الحقائق انت من دكتور اللي قلتي عنه هلا هيدي بدك توزعيها انت المعرفه واجبك هيدا ما بدنا نكون ايه ما بدنا نساهم باشاعات يعني ثاني مزبوط وليكي كله بهون لما بيتواجد التعاطف والحب بين العالم يا عمي دوا دواء أنا بشغلتي كل حدا بيجي لعندي لو شو ما كان عنده مشكلة لبنى آخر شي فتشي بحب شي بيكون ناقصه حب إذا مش هلأ بهيدا الوضع من هو صغير ناقصه تقبل إيه حب تقبل بده هيدي في إلها عطش كبير عند العالم تخيلي أنت إذا بتقولي أنا بدي فرجي حبي للعالم هلأ كده كيف نفسيتك بتكون مقابل حدا ولا عنده هيدا الوعي غضبان ونازل يلا عم بي بس سموم عند العالم يعني كيف يفرق سو بدنا نرجع منقول بدنا نية ووعي ذاتي أول شيء في بعد أسئلة شيء دكتورة يسعد مساكي ويعطيك يا هلا يا هلا خديجة أنا عندي تلميذ كتير بيتعرض للتنمر عمره تقريبا شي 14 سنة طيب حاولنا نحكي نحن مع الأهل أنه ابنكم عم يتعرض للتنمر حسنوا من ضحكته كتير بتستفز رفقاته بيتمسخروا عليه تصرفاته عشوائيته الفوضوية اللي هو فيه نحكي برواء مثل ما قالت مثلبنا بنجيب الكلمة المنيحة الإيجابية ألبس قبل السلبية ما لقينا تفاعل أبداً لا منه هو غير ولا من أهله حاولوا أنه يرجعوا يخلقوا شخصية فعالة بناءة قوية بصفه فهون صارت المشكلة كتير كبيرة بتصور تتخطى التنمر يعني ما بعرف هيدي شو بتسميها وشو إلى علاج ومشكورة كتير حبيبتي يا هلا شوفي يعني شكله هيدا الشاب الصبي لازم يكون عنده اللي عم يتشغل معه مكثف أكثر يعني أنتو يمكن بكلمة بالصف عم تعطوه الإدارة المديرة مثلا أو المدير بيجيبه بيقعد بيحكي بس هي في مدارس عندها كونسلينج سنترز او مرشدات او اخصائيات نفسيه اللي بيصيروا بيتبعوا معه هيدا الولد اسبوعيا بيقعدوا ساعه معه بيقعدوا ثلاث ارباع الساعه وبيقعدوا بياخذوا وبيعطوا معه ما فيك تعرفي انت من جواته
إشي غير مدفوني قادي ما هو وقت طويل. يمكن هيدا عنده مشاكل مع إخواته بغار مثلاً، أو سهول الإشياء الدفينة، القصص اللي عميقة أكثر ما حتبين معكم إذا أنتوا بس عم تدعموه. لا يا حبيبي احكي هيك ما تعمل هيك ما كتار هول لقيته ما عم بينفع، بدنا نجرب غير طريقة. سو هيدا بده يكون في عنده شغل معمق أكثر أسبوعياً، جلسات طويلة يتعلم فيه شغلات وتشوفوا شو اللي مضايقه في شيء عنده إيه. ولقلك شغلة، إذا المحيط بالبيت منه سليم كثير صعب، كثير صعب إذا بين الأم والأب في قصص أو كيف بيتعاملوا معهم، هون صار تحدي كثير أصعب. سو بده ينشغل معه دبل هيدا الولد يمكن لحتى يطلع من الأم. صحيح. بعد سؤال دكتورة، بنلاحظ كمان أنه في ناس شخصيتها كثير قوية بتعطيها مع رفقاتها وبتتعرض للتنمر، بتحاول تكافح كتير هيدي القصص بس ما عم تقدر، شو بيكون في ثغرة يمكن بشخصيتها ما عم بعرف، في شيء يمكن نقص عندها هي مش ملاحظته، شو علاج هيدا الشيء؟ هوني خلينا نعرف عشو عم بيتنمروا عليه. إذا عم تقولي في شخصية قوية، طيب شو هو ال ما هي التنمر بيقوم على ضعف أي شيء بيستفزه، أي شيء يمكن بيحاولوا يستفزوه فيه، استفزاز يمكن كمان بتصير أكتر ما أنه تنمر. أوكي. وهو عم يستفز، يستفز وعم بيحاول، يمكن هو شخصيته كتير رايقة ما بده ما بده يخلق مشكل مع غيره. ضغط. هلأ عم يستفز عم يعمل يعني رد فعل لفظي جسدي ولا عم يسكت؟ شو عم بيسكت؟ بيسكت، بيسكت أوقات ليلطف الأجواء، ليحافظ يمكن على هيدي الصداقة، بس غيره يمكن ما عم يستوعب. شوفي إذا عم يسكت بدنا نعلمه إنه يكون صارم، يقول هيدي الجملة اللي أنا ما بسمح لك تحكيني. إذا عم بينفعل كتير بدنا نعلمه يطنش، يعمل هيدي التقطيع اللي عرفتي. سو ما عارفة عشو لأن كل وضع تنمر إلى طريقة، في إلى طريقة بدنا نشوف شو عم بيلقطوا عليه هو. آخر سؤال وأنا بعطي داري لغيري. أنا من بنتي كانت بعدها عمرها ولا شي 3 سنين، كانت بالحضانة سنتين كانت بالحضانة مع رفقاتها. طيب أنا كيف بدي ربيها بهيدا العمر إنه اللي ضربك وأذاكي وكذا مرة تكررت فعلا روحي ضربيه، وبكذا وبطريقة تانية أنا كمان ما بدي أعلمها تضرب الأولاد تتعنف غيرها. هيدي كتير مشكلة كثير وقعنا فيها. يعطيكي ألف عافية حبيبتي. شوفي هون عم بتقولي إنه يعني يمكن صعب عليك تقولي اللي ضربك يضربيه، نحن بدنا نعلمها اللي ضربك عيطي عليه، يعني هيدي شوي أخف. سو وهوني كمان بهيدا العمر بالذات أنا كثير بحب إنه نلجأ للي للمعلمات اللي بالملعب يساندوه هيدا الطفل. في عندك إنه بدك تقوي، ما بسمح لك وتعمل علميها شوية body language، ما بسمح لك تعمل معي هيك، هيدي خليها تحس حالها هي بقوة، لأن اللي بيضرب بده يحس حاله قوي. سو البادي لانجوج بيعطي نفس المفعول، علميها العكسة وتكون صارمة وتعمل هيك، وبنفس الوقت تكون عم تقول للمعلمة هيدا عم بيضربني بدك أضربه. يعني فينا نعلمه هيك إنه طيب بدها دعم، لأن هيدا الولد يمكن هيدي العكسة حتى والإصبع ما تفرق معه، يضلوا يحب يضرب. سو هوني بدنا الاستعانة بصديق، الاستعانة بالمعلمة. اوكي عظيم. طيب في بعد أسئلة؟ ما احليكم موضوع شيق. مرحبا دكتورة. يا هلا سهى، شو اخبارك؟ بس بدي علق على الموضوع اللي سألت عنه بس خديجة. مش ممكن هذا الشخص اللي هو عم يعمل هيدي الحركات بالصف عم يحاول يكون هو ياخد شخصية المهرج بالصف ليلفت انتباه رفقاته؟ هو هذا شيء معروف نحن عنا بعلم التربية. يا ممكن، بس أنا هلأ ضعت ما عرفت أي شخص. ليه هي كانت عم تقول إنه دايما ضحكته عم تستفز رفقاته وعم يعملوا له بولينج. إيه يمكن تكون ايه attention seeking. برافو يا سو
وسؤال تاني، نحن كمعلمات، طيب انا اجى تلميذ لعندي وخبرني او انا لاحظت انه تلميذ عم يتعرض للتنمر، طيب انا كيف في بطريقه غير مباشره انه انا ساعده؟ لانه يمكن اذا دخلت بطريقه مباشره يشيلوا يقولوا رفقاته عنه فساد ويزيد التنمر لما المعلم ما يكون موجود. مزبوط. فكيف يكون بطريقه غير مباشره ساعده؟ شوفي، ما حتكوني تقدري تعمليها يمكن بطريقه غير مباشره، اهم شيء ينحكى بالموضوع ان اوبن، يعني تجي بس تكوني على جنب انت وياه. ايه شوف، انا ما بدي احكي قدام الناس، بس انا عم لاحظ انه في ناس هيك عم بيقللوا ادبنا، عم بيتمسخروا، عم بكذا وهيك. انا بدي اقول لك بس انا موجوده اذا بدك ساعدك، بنفس الوقت انا بحبك تتعلم انت تدافع عن حالك. بدك ساعدك يعني هون اساليه اذا بحب، ما دغري تيجي تقلي له تنصحي اساليه اسك بيرميشن. ايه، لانك كثير ناس ما بحبوا النصيحه تعال علمك شو تعمل. لا، بدك تقلي له اذا بدك، انا فيي علمك كم طريقه هيك تقدر تسكتهم توضع لهم حد. وقت بدك قلي بدك هلا مثلا هيك في سبل يعني اللي تقدر تزلقيه وتخليه انه جد يسمعني. طيب ماشي، ثانك يو. هلا في اسئله بعد؟ نحن صرنا 7 و3 ياي ساحبين قاينين، برافو عليكم. يمال لا يمال، مالك معك عن جد، ما حدا بيزهق معك حبيبتي. إيمان عندها سؤال، شيء طلعت على السكرين. عندي سؤال، إنه أول شيء ما نرحب فيكي نحن كبقاح تكوني معنا، وأنت صديقة معي على الفيسبوك ودايما نتابعك على الأم تي في. يا حبيبتي يلا السبت طالعة فحبيت بس أسلم عليكي، وأنا وصلت على الآخر يعني، بس حبيت انه بس حط بصمه انه اكون معك على الهوا هلا. ما ألزك ايمان، يلا عال، برافو، انبسطت فيكي. وانا انبسطت فيكي وميرسي للجميع، بدك تلاقي الجمعيات اللي دعوني على هيدا. حبيبتي. طيب بعتقد خلصنا اسئله، وبتامل تكونوا استفدتوا اليوم. اذا بعد في سؤال عندكم اسالوه هلا قبل ما نسكر، أو زيدوني على الفيسبوك واسألوني إذا تذكرتوا شيء بعدين، أو موجودة دايماً أنا ببعث لكم فويس على الفيسبوك لأن ما كثير بحب أكتب. أوكي، يعطيكم ألف عافية مايا، نتشكرك معنا وتشكر كل فريق العمل تاعك، والله يبعث لنا أيام أحسن يا رب. الله يعافيك يا رب، ميرسي كثير لوجودك معنا مرة ثانية، بدي أتشكر لكم شاركوا كمان. مرسي إلكم، يعطيكم العافية، وشكراً للي حضرونا، بتأمل تكون فيها إفادة. شكراً كثير إليك، وإن شاء الله يكون في إلنا هاي إطلالات كمان إن شاء الله بالمستقبل بمواضيع كمان جديدة. إن شاء الله. يا هلا، بوزكم كلكم، باي، الله معكم. باي. باي.